فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: شركات اللحوم في الخارج عندما تقوم بذبح البقر فإنها تقوم بصعقها بالكهرباء أولا فتسقط فاقدة للوعي ثم يقومون بذبحها، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا علمت هذا فلا تأكل منها. أما تقول يقال هذا أو أنت ما تدري، لا، الأصل الحلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.